انت ما انا غصب عني لازم اقف مع حضرتك لان معانا اتفضل. نجم كبير على التليفون ونجم من نجوم الكره التونسيه والتدريب التونسي واحد عمالقه كره القدم في تونس وشخصيه محبوبه جدا لكل المصريين والاهلاويه وطبعا نجم تونس الاول كابتن نبيل معلول. تحياتي وتحيات كابتن علاء ميهوب. اهلا بيك. اهلا بيك ايهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بالكابتن علاء. كابتن نبيل ازي حضرتك؟ طيبين ان شاء الله. كل سنة وانت طيب يا كابتن. خير الحمد لله، وانتم طيبين ان شاء الله. وحشني وطبعا دايما بنلتقي كده. ودايما ان شاء الله نشوف الترجي والاهلي في الفاينل ان شاء الله. ان شاء الله طبعا طبعا. كابتن نبيل بدون مقدمات، شايف النهائي الافريقي ازاي بين الاهلي والترجي؟ والله انا سمعت كلمة في الاخر الحين من معناها من الكابتن علاء، يعني لو الترجي والاهلي مفروض عليهم يوصلوا للنهائي، مفروض عليهم يلعبوا الادوار الاولى في الشامبيونز ليج. يعني نحكيوا على فريقين قمه الكره الافريقيه. وبصراحه معناها خاصه شمال افريقيا لازم تكون مسيطر على الكره الافريقيه. يعني مش انه هذا شيء عادي جدا نشوف الترجي والاهلي موجودين ان شاء الله ودائما يكونوا متواجدين في الادوار النهائيه بالشامبيونز ليج. طبعا كابتن علاء يعرف يعني صعب انك تقدر تقول مين يفوز في دور نهائي ولا حتى في ادوار طبعا شويه متاخره دور المجموعات ولا قبل بين الاهلي وبين الترجي. معناها بحكم خبرتي انا صغيره 2011 الترجي فاز على الاهلي وانا كنت مدرب في دور المجموعات، فزنا في تونس هدف 0 وتعادلنا 1-1. بعدها بسنه بالضبط والاهلي في السنه هذيك خرج من دور المجموعات، وهذه قوه فريق الاهلي انه السنه اللي بعدها يلعب الفاينل ويحرز على الكاس. والترجي الرياضي نفس الشيء، قوته تكمن انه 2010 لعب الفاينل، 2011 فاز بالكاس، و2012 لعب فاينل، يعني ثلاث سنوات ورا بعض يلعب الفاينل. الفاينل هذه مغايره تماما، لانك لما تشوف الترجي الرياضي التونسي ثلاثه لاعبين فقط كانوا متواجدين سنه 2011 و2012 اللي هما بربالي اللي هما خليل شمام وحارس المرمى معز بن شريفيه. الاهلي اربعه فقط اذا كان ما خدتش الذاكرة، اذا كان انا غلطان تصلحوني انتوما. حسام عاشور موجود الكابتن واللي ممكن مش يحط رقم قياسي في عدد المباريات اللي لعبها في الشامبيونز ليج الافريقيه، يعني هذا معناها شيء ممتاز جدا. هناك شريف اكرامي، احمد فتحي باش يكون متمج، ووليد سليمان، وليد سليمان مظبوط كانوا متواجدين يعني سنه 2011 وسنه 2012. يعني عقليه اخرى، تفكير اخر، لاعبين اخرين، شخصيه اخرى بالنسبه للاعبين. ولو انا اقول انه فرق مثل الترجي والاهلي والاهلي والترجي، الفرق هذه هي اللي تفرض العقليه وتفرض الانضباطيه وتفرض الشخصيه على اللاعبين. يعني اللاعب حتى ولو كان ما عندوش شخصيه، لما يلعب سنه وسنتين وثلاثه مع الفرق هذه الكبيره اللي دائما تلعب الادوار الاولى في كل البطولات، الشخصيه الكرويه خلاص تصبح موجوده عنده. اذا كان يحب يطور نفسه ويمشي لقدام، اذا كان ما يدخلش في المنظومه حيروح حيكون برا. يعني صعب انك تقدر تتكهن. انا متاكد انه باش يكون دور نهائي على مستوى عالي جدا، ولو هناك غيابات معناها خاصه في صفوف فريق الاهلي وايضا في صفوف فريق الترجي، لكن مش تخرج المباراة هذه على القاعدة، تتلعب على جزئيات صغيرة كما كل المباريات الأخرى اللي صارت بين الترجي والأهلي. مظبوط. كابتن أكيد الأمور مختلفة عن الماضي، وحضرتك اتكلمت بشكل واضح جدا، الأمور كلها مختلفة. هذا هو أيضا كلام مستر باتريس كارترون المدير الفني للنادي الأهلي اللي قال لعبته قصة إنه ممكن تروح تكسب في رادس أو اللي رادس وشه حلو على النادي الأهلي، قال الكلام ده مش موجود في كرة القدم. كل مباراة وليها ظروفها، ومباراة برج العرب مع الأهلي والترجي زي مباراة رادس مع الأهلي والترجي، كلا الفريقين بيلعب بره ملعبه كويس وكلا الفريقين بيلعب على ملعبه كويس، وهي مباراة الله توقع. شوف راهو هي لانه المستويات بين الترجي والاهلي مستوى متقارب جدا. تعرف انك دائما لما تلعب خارج ارضك تكون متحفظ اكثر. هذاك علاش دائما الاهلي يكون افضل في تونس والترجي يكون افضل شويه ايضا من الاهلي لما يكون يلعب في مصر. هناك تحفظ لما تلعب خارج ارضك، اللاعبين يكونوا مركزين اكثر من الناحيه الدفاعيه ويحاولوا يلعبوا معناها على هجمات المرتده، يحاولوا يلعبوا ولو في بعض الاحيان هناك صحيح معناها تحاول تعمل بريس عالي.
والشيء جربته انا سنه 2011 وقت كان فريق الاهلي في اوج العطاء، معناها محمد ابو تريكه في اوج العطاء، وائل جمعه كان موجود، يعني لاعبين كبار كانوا موجودين في الوقت ذلك بالفريق، جدو كان موجود طبعا، لاعبين على مستوى عالي جدا. حاولنا مش نعزله، معناها محمد ابو تريكه على الخط الامامي والخط الخلفي ايضا اللي كان موجود، ايضا موجود فيه حسام عاشور على بقيه اللاعبين. في بعض الاحيان تنجح في بعض الاحيان ما تنجح، لكن الشيء اللي نقدر نقوله انه مثل ما تفضلت وقلت انت حاليا، يعني جزئيات بسيطه وبسيطه جدا، ممكن الفوارق معناها مش موجوده حاليا يعني بين الترجي والاهلي والفريق اللي بيكون جاهز في يوم المباراه، يعني نتيجه مباراه الذهاب ما عندها حلاقه حتى حلاقه مباراه الاياب، ممكن الاهلي يفوز في مصر والترجي يفوز في تونس، وممكن العكس الترجي يفوز في مصر والاهلي يفوز في تونس، وممكن مباراتين يتعادل، يعني كل النتائج ممكن تتصورها في مباريات الترجي والاهلي. طبعا كابتن، لو حضرتك في مقعد القياده الفنيه في فريق الترجي، هتراقب مين قوي في لعيبه النادي الاهلي وهتشتغل على مين في فرقه النادي الاهلي؟ بدون ادنى شك وليد، لانه وليد سليمان يمر بفترة متميزة جدا، ومش حتى الفترة هو تحسه انه في الفورمة وفي اوج العطاء، لكن التمركز نتاعه، وهذا يحسب كارتيرون بدون ادنى شك، التمركز نتاعه انا كمدرب مش نلعب ضد فريق الاهلي يقلقني كثير. يعني دائما هو متمركز وراء المهاجم كلاعب رقم 10، لكن تلقاه كمهاجم ثاني تلقاه يعمل كروسات من الجهة اليمنى، يدخل معناها ويحط الكرة على رجله اليسرى ويعمل كروس نحو المهاجمين، تلقاه يروح في الفراغات اللي يخليهم ادارو، يروح للجهه اليسرى ممكن تلقاه كجناح ايسر، يعني التمركز نتاعه يقلق كثير اي مدرب واي مدافع، يحاول دائما التمركز نتاعه يخل معناه بخط وسط الميدان ولا الخط الامامي، يعني بدون ادنى شك انه الترجي الرياضي متفصل للناحيه هذه، بدون ان ننسى وليد ازارو زايد اللي مر بفتره كبيره، طبعا هناك غياب مؤثر حسب رايي انا الشخصي اللي هو غياب علي معلول، اللي اعتبر معناها ضربه معناها قوه ضاربه كبيره في الجهه اليسرى لما يكون في الفورمه، والدليل على ذلك مباريات معناها الموسم الماضي اللي لعبهم ضد الترجي والموسم اللي قبل اللي لعبهم ضد النجم الساحلي. مظبوط. كابتن اخيرا بقى، تشكيلك للترجي اللي قبل الاهلي من وجهه نظرك، هل تحب تبدا برامي الجريدي او معاذ بن شرافيه، والقصه طبعا المفضله اللي بيعملها طبعا الشعباني في هذا التوقيت، لكن لو حضرتك قلت لي تشكيله للترجي لو انت صاحب قرار تبدا بمين؟ والله شوف، من تعرف انت انا معناها ما نحبش يكون عندي تاثير ولا تمام. اي شيء، ولكن نحترم انا القرارات اللي باش ياخذها معين شعباني ومعاه مجدي تراوي، وانا متاكد انهم صار لهم مده حاليا موجودين مع الاطار الفني نتاع الترجي الرياضي التونسي، وهم موجودين مع الفريق صار لهم مده، وباش يعرفوا انه المباراه هذه مثل ما قلت منذ حين، لو انا كنت مدرب اللاعب اللي في الفورمه في الاسبوع هذاك هو اللي يكون موجود. تمام. بما اني معناها نعرف كثير اللاعبين اللي عندهم شخصيه، لانه المباراه هذه تحب اللاعب اللي عنده شخصيه، تحب اللاعب الكومبيتيتور، ممكن يكون عندك لاعب موهوب على مستوى عالي جدا لكن مش كومبيتيتور، مش حماسي، طبعا مش نتاع المباريات هذه، ممكن يكون عندك لاعب اقل منه موهبه لكن لاعب معناها روح عاليه، روح كبيره، معناها لاعب رجولي فيه، وهذا اللي انت تستحقه في المباريات هذه. كابتن علاء ميهوب عايز يقول لحضرتك حاجه. وكابتن نبيل، هو مش سؤال بس، هو كان ما تقابلتش مع حضرتك خالص، لكن هو كلمه لازم اقولها، انا كنت من اشد المعجبين بحضرتك وانت لعيب كوره، ومن اشد المعجبين بيك وانت مدير فني، ومدير فني صاحب فكر خاص وطبع خاص، وما شاء الله بتفرق مع اي فريق بتمسكه او حتى منتخب. سعيد ان حضرتك كنت معانا النهارده، والكلام فعلا اهلي وترجي، ترجي واهلي، انت اكيد بتتكلم على حاجه واحده، كل اللي بتمناه ان شاء الله اللي يكسب يكسب، دي حاجه بتاعت ربنا، لكن بتمنى مباراه فنيه تبقى عاليه جدا، الروح الحلوه اللي بين لعيبه الاهلي والترجي وجماهير الاهلي والترجي تبقى موجوده ان شاء الله، ويخرج نهائي يليق باسم الفريقين ان شاء الله يا رب. برافو كابتن، هذا الشيء اللي نعتز به راهو احنا سواء في تونس ولا في مصر، هذه العلاقه الكبيره، وانا كنت صرحت به يعني من ايام معناها في احدى القنوات، ما هذه العلاقه الكبيره اصبحت علاقه اسريه، مش علاقه نتاع معناها فريقين كل فريق، لا علاقه اسريه كبيره
اللي سواء بين اللاعبين ولا بين المدربين الجهاز الفني ولا الطبي وخاصه بين الجماهير، لانه انا لاحظت لما كنت مدرب للترجي جماهير الاهلي لما جات تونس سكنت عن جماهير في بيوت جماهير الترجي، ونفس الشيء لما جماهير الترجي راحت لمصر سكنت في عند اهالي معناها الاهلي، وهذا الشيء بنعتز به ونفتخر به وان شاء الله يدوم بهذا، وان شاء الله معناها كره القدم التونسيه والمصريه اللي تكون رابحه ان شاء الله. ان شاء الله. اشكرك كابتن نبيل معلول نجم الكره التونسيه طبعا والمدرب القدير واللاعب طبعا الفذ طبعا، وكان لعيب جامد جدا. شكرا لحضرتك وشكرا لوجودك معنا نبيل معلول حاجه.